عفوا، هل لديك قنديل بحر في حلقك الآن؟ ماذا ينبغي أن تفعل؟ حسنا، أولا يجب كما تعلم بسكه، ومن ثم أضف إليه زبدة الفول السوداني. من المرجح أنك تستمتع بوقتك الآن على الشاطئ، لذا سيهبط قنديل البحر بزبدة الفول السوداني على الرمال مباشرة، التي ستجعل منه غداء شهيا. مهلا، لا دخل لي بكل هذا، أرسل شكواك إلى كاتب النص. ظننت أنه مجرد تلاعب بالكلمات لا غير، ولكن من المؤكد أنه حادث. حتى إن ابتلعت السيد قنديل لحمايته من طيور النورس الجائعة، أو لأنك تود إثارة إعجاب فتاة ما. بالمناسبة لن تفلح بهذه الطريقة، إلا أن ابتلاعه بهذه الطريقة يعتبر فكرة سيئة للغاية لكليكما. عليك الحصول على المساعدة فورا، اذهب إلى السباح المنقذ أو اتصل بسيارة الإسعاف. حتى قناديل البحر العادية بإمكانها أن تصيبك بالمرض، فجميع قناديل البحر تملك إبرا أو مجسات. قد لا تعتقد ذلك لأن لدى بعضها إبرا قصيرة للغاية ولا تخترق بشرة الإنسان. هذه الإبر لن تؤذينا، هذا صحيح، ما لم تبتلعها. الأغشية الحساسة داخل فمك وبطانة حلقك أرق، وبالتالي من الأسهل خرقها أكثر من بشرتك، أي بشرتك الأسمك التي تغطي جسمك بالكامل من الخارج. لن يكون التعرض للسع أو المرض خبرا سارا بالنسبة لك، ولكن أن يبتلعك شخص ما سيكون أسوأ خبر بالنسبة للسيد قنديل. المكان مظلم جدا هنا، لقد خاف المسكين، ففي النهاية هذا حيوان من اللافقاريات، ومن حقه أن يشعر بالذعر. فحتى إن كنت شخصا ودودا، إلا أن معدتك بدون شك بيئة عدوانية. تعد الأحماض في معدتك غير ملائمة ولا مريحة لأي مخلوق اعتاد العيش في المياه المالحة، والعكس صحيح، لن تكون المياه المالحة مريحة بالنسبة لمعدتك. الملح ليس ساما، لن تؤذيك القليل من المياه المالحة. يبتلع معظمنا بعضا من مياه البحر على الشاطئ، ولكنه مادة مقيئة، وهذا يعني إن ابتلعت الكثير منها فمن المرجح أنها ستعود إلى فوق مجددا. وعلى الرغم من أنه قد يبدو تصرفا مزعجا، إلا أنه سيكون فكرة عبقرية إذا ابتلعت قنديل البحر. إذا إن ابتلعت قنديل البحر ينبغي أن تشرب الماء المالح، أليس كذلك؟ كلا، بل يجدر الحصول على مساعدة طبية. عادة تكون الأشياء أسوأ مما تبدو. لنأخذ قصة السباح المنقذ الأسترالي كمثال على ذلك، الذي شرب ماء قنديل البحر. أجل أعلم، يبدو الأمر في منتهى الغرابة، ولكن إليك ما حدث بالفعل. نقل رجل إنقاذ مراهق في أستراليا إلى المستشفى على وجه السرعة بعد شربه لمنقوع قنديل البحر ومجساته. يبدو أن شخصا ما في نادي ركوب الأمواج حيث يعمل قد احتفظ ببعض مجسات زنبار البحر أو قنديل البحر المكعب في جرة من المياه، وتركها في ثلاجة النادي. لم يكن أي أحد ينوي شربها، بل يخططون للتبرع بها لمختبر محلي. ولكن شعر رجل الإنقاذ بعطش شديد، وظن أن مياه قنديل البحر شراب منعش. بمجرد أن ابتلعه أدرك خطأه وأعلم زملائه بذلك، هذا شيء جيد أيضا. ثم عانى من صعوبة في التنفس في الوقت الذي وصل فيه رجال الإسعاف. مقرف، لذا قد تتفاجأ كثيرا عندما تعرف أنه في هذه اللحظة هناك الكثير من الأشخاص الذين يتناولون قناديل البحر عمدا، ويدفعون أموالا طائلة مقابل الاستمتاع بذلك. في جميع أنحاء العالم وخاصة في آسيا، يعتبر قنديل البحر طعاما شهيرا، وليس في شطيرة من زبدة الفول السوداني. ولكن مهلا، إن جربتها أخبرني ما هو مذاقه. في الحقيقة يبتلع العديد من الناس قنديل البحر عمدا، لدرجة أن العالم يصطاد حوالي 345 مليون طن منها سنويا. الدول الرائدة توجد في آسيا، حيث يتم صيد قناديل البحر وتربيتها. في الصين يربون رضع قناديل البحر في أحواض منزلية حتى، ومن ثم ينقلونها إلى المحيط للزيادة من عدد قناديل البحر. ولكن في اليابان يتمتعون بالعديد من الأشياء الرائعة، ومع ذلك يمكنك ابتلاع قنديل البحر هناك. في الحقيقة يحبون أن تفعل ذلك، فكما تعلم مياه اليابان تعج بقناديل البحر العملاقة نومورا. تزن هذه المخلوقات حوالي 204 كيلوغرام. إنها ضخمة لدرجة أنها عندما تقع في شبكة الصيادين بإمكانها إغراق سفينة بالكامل. إنها بمثابة سوم قنديل البحر. لا يمكنك ابتلاع واحدة كاملة، ولكن حتى إن تمكنت من أخذ قضمة واحدة
ستشكرك اليابان على ذلك، فكما تعلم يشكل تفاقم عدد قناديل بحر نومورا مشكلة حقيقية، لدرجة أن الحكومة اليابانية قد قررت أن أفضل طريقة للتعامل معها هي تناولها على العشاء، ليس للهو بأوراق اللعب أو للسخرية من الأسماك الأخرى، ولكن من أجل العشاء والغداء، وإدراجها حتى في بعض الأنواع من الحلويات الرائعة التي سنتحدث عنها لاحقاً. من المثير للدهشة والاستغراب، على الرغم من امتلاك عدد من قناديل البحر أكبر مما يمكن تحمله، إلا أن اليابان تستورد ما بين 5 إلى 10 آلاف طن من قنديل البحر الصالح للأكل سنوياً. يمكن تناولها بطرق مختلفة، محلى يعني أنه قد تم إزالة الملح منها. لا تملك قناديل البحر نكهة قوية، ولكنها لا تملك أي دهون أيضاً، ويمكنها إضافة لمسة مميزة إلى الطعام، أو يمكن تقديمها كطبق منفصل حتى. إن أضيف شيء ما حار جداً إليها مثل صلصة الفلفل الحار، لذيذ. تشمل الأطباق الشهيرة الأخرى لقنديل البحر مخللات قنديل البحر، سوشي بقنديل البحر، قنديل البحر بالأرز وصلصة السمسم، قناديل البحر مع شرائح الدجاج. كم تبدو لذيذة. يعتبر عشاق الأكلات الصحية أن رقائق قنديل البحر هي بديل ممتاز لرقائق البطاطس. لا تنسى، لا يعني كل هذا أنه ينبغي حشر قنديل البحر الذي تجده على الشاطئ في فمك مباشرة، فقد يصيبك بالمرض إن لم تقم بتحضيره بالشكل المناسب. لذا اذهب إلى مدرسة الطبخ أولا. وتلك الحلويات الرائعة التي ذكرتها آنفا، إنها رائعة لسببين. أولا، هل هناك ما هو أروع من مثلجات قناديل البحر؟ ثانيا، تتمتع بتلألؤ بيولوجي. مثلجات قناديل البحر المتلألئة تتوهج في الظلام، وعندما تتناولها يتفاعل pH أو درجة الحموضة في لسانك مع البروتينات المتلألئة لجعل لسانك يتوهج أيضا. واو، لا أعرف شيئا عن مذاقه، ولكن أود تجربته لاحقا. لسوء الحظ، آخر ما سمعته تباع مقابل حوالي $200 للكرة الواحدة، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت. ربما ستود أن تشتري لي بعضا منها، فقد اقترب عيد ميلادي. التلألؤ البيولوجي ظاهرة رائعة، وأقصد رائعة للغاية، فهو ضوء طبيعي بدون حرارة، على خلاف الضوء الساخن مثل الذي يأتينا من الشمس أو الكهرباء. تملك العديد من المخلوقات البحرية هذه الميزة الرائعة، خاصة في أعماق البحر حيث يعم الظلام الدامس. يسمح التلألؤ البيولوجي إلى نصف قناديل البحر بالتوهج. فوق الأرض من النادر جدا وجود التلألؤ البيولوجي، ولكن يمكنك العثور عليه عند اليراعات والديدان المتوهجة أو سراج الليل، التي لا تعتبر ديدانا على الإطلاق، ولكن سنخصص هذا الموضوع لفيديو آخر. باعتبار أن العديد من الأسماك الكبيرة تتغذى أيضا على قناديل البحر كجزء من نظامها الغذائي، إلا أنك ستطمئن لمعرفة أنه إذا وقعت في مأزق وابتلعك الحوت، فهناك فرصة كبيرة لابتلاعه لقنديل البحر أيضا. ستكون قادرا على القراءة بفضل هذا الضوء. وإن ابتلعت قنديل البحر المتوهج، لن يحتاج الأطباء إلى مصباح يدوي عندما ينظرون إلى حلقك. إليك أمرا رائعا آخر عن الهلام المتوهج هذا. يعتقد العلماء أن قناديل البحر التي تتمتع بالتلألؤ البيولوجي تستعمل وميض الضوء للتواصل فيما بينها. الأمر أشبه بمنارة تحت الماء، يستعملون الومضات الضوئية لجذب انتباه رفيقة لهم. يستعمل بعض قناديل البحر التلألؤ البيولوجي كوسيلة للتمويه، فبدلا من أن يبدو كصخرة، الوسيلة التي تستخدمها الأسماك الصخرية يجعل التلألؤ البيولوجي قناديل البحر تبدو كبقع لضوء الشمس. عندما تسبح الحيوانات المفترسة تحتها وتنظر إلى فوق وتظنه يأتي من الشمس. إن لم تنجح هذه الطريقة، وهذا مخيف فعلا ولكنه رائع أيضا، يمكن لقنديل البحر أن يفك أحد مخالبه المشعة ويخلفه وراءه، وأثناء سقوطه في الماء يستمر إشعاعه ويلحق به الحيوان المفترس، ومن ثم يطفئ السيد قنديل ضوءه الخاص ويتسلل هاربا. والأروع من ذلك، بإمكانه أن ينبت ذلك المخلب من جديد في عملية تسمى تجدد الخلايا. لست مضطرا للذهاب إلى الغطس لرؤية هذه المخلوقات المتوهجة. تحتوي معظم أحواض الأسماك على قناديل البحر، وغالبا ما تحتوي أيضا على قناديل متوهجة.
وعادة في غرفة مظلمة قليلا لكي تتمكن من تأمل بريقها بشكل أفضل. نجدها في مختلف الألوان وتستمتع بإضاءة أجسامها وإطفائها. الأمر يستحق التجربة. يبتلع الناس قنديل البحر لأغراض طبية وسحرية أيضا. يعتقد البعض أن تناولها سيخفف من الآلام العضلية ويحسن من الذاكرة. أما بالنسبة للسحر، حسنا، لا أقصد تناول بودرة قنديل البحر سيجعل تلك الفتاة في صف الرياضيات تقع في حبك، ولكن يستخدم الصينيون قنديل البحر المجفف كجرعة حب لأكثر من 1700 سنة. حسنا، إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فاضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء، وإليك المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة والممتعة. للمشاهدة اضغط على اليمين أو اليسار، ولا تنسى البقاء على الجانب المشرق من الحياة.